احنا نفرجيكم اليوم كيف بنقدر نرجع ندخل على حساب الكامبريدج اذا انا كنت ناسي كلمه السر تبعي. فاول اشي بدي اعمله بدي افتح على صفحه كامبريدج cambridgelms.org، وعلى صفحه لوج ان بدي اجي هنا تحت forgot your username or password، اني انا نسيت اسم كلمه المرور، وراح اختار هنا I forgot my password. وهنا هلا بدي ادخل اليوزر نيم، يا اما اسم المستخدم يا اما الايميل اللي انا مسجل فيها. فبدي ادخل مثلا اذا انا مسجل في ايميل الجامعه بدي ادخل ايميل الجامعه واحط next. هلا هم هون كتبوا لي انه بعثوا لي رساله على الايميل على اساس اني اعيد ان ادخل كلمه سر جديد. هل اذا ما وصل بدك تشوف الجنك او السبام، يعني ممكن تكون رايحه في هدولاك الملفات. سو هلا هون وصلتني الايميل اللي من كامبريدج، بدي اضغط عليها. هلا هون فيها لينك، بدي اضغط على اللينك عشان ادخل كلمه سر جديد. هلا هون بدي ادخل كلمة سر جديدة. اوكي، وتحت كمان برجع بدخل كلمة السر. بعد ما ادخل كلمة السر مرتين اللي بدي اياها بدي احط سيف. بيحكي لك your password was changed، تم تغيير كلمة المرور. log in with your new password. هلا بدي اضغط هنا عشان ادخل بالباسورد الجديد تبعي. هلا هنا برجع بحط اسم المستخدم او الايميل، الايميل الجامعي اللي سجلنا فيها، وبدخل كلمة المرور الجديدة اللي هلا انا اخترته وبدخل عليها. فهيك نقدر نشوف انه رجع دخل، وهون بنحط continue وفتح عنا الكامبريدج. فهذا هو كيف الطريقة كيف انه نقدر نغير كلمة السر. يعطيكم العافية.